صباح الخير ومنورنا في برنامج استباحة دايما على قناة ست البيت. استباحتنا النهاردة استباحة طبية غذائية. استباحة طبية ان احنا نتكلم على السمنة عند الاطفال، استباحة غذائية ان احنا هنحاول نعمل الاكل اللي ما يخليش اطفالنا يتخنوا، وهنوريكوا ازاي نعمل اكل يخلي اطفالنا يتخنوا. والدكتور بشوي معانا هيقول لنا اوعى تعمل كده واوعى ما تعملش كده او اعمل كذا وما تعملش كذا. نرحب الاول بضيوفنا دكتور بشوي. اهلا بيك يا دكتور. دكتور بشوي دكتور اطفال ودكتور عام، يعني هو مفيش دكتور مش دكتور عام، يعني هو قبل التخصص كله بيبقى. منورنا يا دكتور. والشيف سيد عبد العزيز الضيف المستديم معانا، مساعد شيف تنفيذي في احدى الفنادق الكبرى. منورنا يا شيف. صباح الفل يا نرمين. صباح الخير كريم. صباح الفل عليك. وتاني انا عايز اقول ان موضوع السمنه عند الاطفال جالنا عليه اسئله كتير قوي، واضطرينا ان احنا نعمل حلقه، لقينا يعني ضروره ان احنا نعمل الحلقه دي علشان نوصل المعلومه. الموضوع ده بس مش بيشغلكم انتوا ولا بيشغلنا احنا، ده بيشغل كل الدنيا. لسه كنت بقول في حلقات سابقه ان في انجلترا بالذات يعني في خلال الاسبوعين اللي فاتوا اطلقوا حمله علشان يحاربوا التشايلد اوبيسيتي او السمنه عند الاطفال، واحدى الحاجات اللي حاولوا ان هم يحلوا المشكله دي بيها ان هم عملوا موبايل ابلكيشن بيعملوا بيه الاهالي سكان للايتيمز اللي في السوبر ماركت، وبيديهم بالظبط الايتيم دوت في كام كالوري، في قد ايه نسبه فات، ياكلوه امتى الاولاد، ما ياكلوهوش امتى، بعد ما ياكلوه يعملوا اكسرسايز او تمارين شكلها ايه. خلونا نشوف الوصفه اللي هيعملها لنا الشيف سيد عبد العزيز، ونشوف تعليق دكتور بشوي عليها، ونشوف نرمين محضره اسئله قد كده تسالها دكتور بشوي. شيف سيد هتعمل لنا ايه النهارده؟ احنا هنبدا الاول مع الاطفال كده من الصبح من الفطار. اول حاجه الطفل بيحبها، عارفين طبعا الاطفال بيحبوا الالوان والحاجات الياما كده، طفل يعني هنتكلم على كل الاعمار فبيحب اكتر من لون في الحاجه، وعايزين نقدم حاجه غذائيه وفي نفس الوقت ما تعملش سمنه عند الطفل. تمام. هنبدا الاول بكورن فليكس مع الفروت والعسل. كورن فليكس مع فروت وعسل ولبن فات. لبن لو فات. لو فات. لو فات. لو فات. وده كورن فليكس من غير سكر. من غير سكر. تمام. تمام. طيب نبدا هنعمله على النار. هنعمل الفروت على النار. ايوه. الفروت على النار. الفروت على النار مع العسل. طيب. مع العسل. دكتور بشوي وشيف سيد بيعمل لنا الاكله دي، واحنا يعني الموضوع واضح ان هو سهل وسريع، فيعني مش هيحتاج شرح قوي يعني. عايزين نعرف مبدئيا كده المكونات بتاعت الاكله دي فيها اي مشاكل؟ هو بالنسبه للكورن فليكس دي حاجه مستحبه جدا الصبح في الفطار، كويس جدا. بنوصي بالكورن فليكس الحبوب الكامله، بيبقى فيه الول جرين، ده بيبقى احسن من الكورن فليكس العادي. العسل طبعا كويس جدا في الفطار. الفروتس البينابل اللي هو الاناناس والاستروبيري اللي هي الفراوله كويسه جدا في الفطار، واللبن طبعا بروتين كويس في الفطار. كل الحاجات دي كويسه كفطار للطفل. كويس. حلو قوي. طب يعني ده الوجبه الغذائيه دي انا شايفاها وجبه بصراحه. دي ممكن يعني تخلي الطفل ما يحتاجش ان هو ياكل حاجه بعديها، لا عشان ما يقولش انا جعان فهاخد اي حاجه بقى. لا، هي الوجبه دي كافيه جدا، لان الكورن فليكس اساسا يعني فيه نسبه بروتين عاليه، والفروت فيها نسبه فركتوز عاليه كسكر، والعسل. تمام. واللبن فيه نسبه كالسيوم عاليه وفيه نسبه بروتين عاليه برضه، فتعتبر وجبه متكامله يعني. تمام. شيف سيد حطيت العسل. بدانا العسل. ايوه. وبعد كده خدنا التفاح لانه بيبقى فيه الياف عاليه طبعا وبيجيب سنه في السواح. تمام. هناخد الاول التفاح، بعد كده بننزل بالكنتالوب. ممكن استبدال الفاكهه دي بموز، الفاكهه المتاحه يعني. يعني اي نوع فاكهه عندنا ممكن نعمل بيه نفس الطبق. نعمل بيه نفس الطبق. وبنستنى بقى لحد ما الكنتالوب ينزل شويه ميه. ينزل شويه ميه معايا. ايوه. وهننزل بعد كده بالفراوله. وننزل بالفراوله اخر حاجه. طيب. انا استاذنك نبدل المعلقه عشان الصوت. تمام. طيب. عايز اسال دكتور بشوي السؤال، يعني المفروض ان هو اول سؤال يتسال يعني في موضوع السمنه ده. بنشوف اطفال وهي عندها شهرين بيبقى عامله كده، بنشوف اطفال وهي عندها سنه وسنتين وثلاثه بيبقوا عاملين كده وبيتغيروا. انا مثلا واحد من الاطفال اللي كنت فين مبربر من مربرب مش كنت يعني مبربر في وقت من الوقت، بس يعني كنت مربرب وانا صغير، وبعدين بقيت زي ما انت شايف كده. امتى السن
اللي اقدر اقول فيه لا يا انا عندي مشكله هو مع طفلي. هو السمنه بيحكمنا فيها كذا مقياس، لكن اهم مقياسين اللي هم البادي ماس اندكس او اللي هو معدل الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول، ده لو زياده عن 25 بيبقى فيه مشكله. 25 ايه؟ 25 مره ولا 25%؟ لا هو لو احنا قسمنا مثلا طفل وزنه 10 كيلو جرام مثلا وطوله مثلا 70 سنتي، هنقسم ال 10 كيلو على 70 في 70 ده مربع هيدينا حوالي 8 من 10 او 7 من 10، يبقى كده هو 10 على 7 من 10 حوالي مثلا 20، ده كويس. لو وزنه 18 كيلو، لو وزنه 18 كيلو وطوله 70 سنتي يبقى كده في مشكله. في ثاني نقطه ان السمنه بتبقى جوه جسم الانسان نفسه، ان في نسبه كوليسترول عاليه، ممكن واحد ما يكونش تخين من بره لكن من جوه جسمه في نسبه كوليسترول عاليه ممكن تسبب له اضرار صحيه بعد. دي بتبقى حاجه وراثيه؟ اه كتير من الحالات بتاعت السمنه بتاعت الاطفال بتبقى فيها جزء كبير من الوراثه، يعني بنسبه كبيره حوالي 40% من الحالات اللي الاب والام فيها بيعانوا من السمنه الاطفال بيطلعوا بيعانوا من السمنه. بس السمنه يعني كانت تصنف يعني مش السمنه المفرطه، يعني انا مثلا لو الام والاب عندهم سمنه مفرطه الطفل بالضروري يطلع هي بتبقى نفس السمنه؟ هي بتبقى ليها شقين، جزء وراثي اللي هو مستر كريم سال فيه، وجزء تاني اللايف ستايل. الناس اللي عندها سمنه مفرطه دي متعوده تاكل حاجات تقيله دايما وحاجات فيها دهون زياده، فعشان كده الاطفال بيطلعوا بياكلوا زيهم، الاكتيفيتي بتاعتهم قليله، ما فيش نشاطات بيمارسوها، الاطفال بيطلعوا زيهم برضه. ده هيودينا لسؤال تاني عايزين نسال حضرتك عليه في موضوع السمنه النهارده، بس الاول نرجع للشيف سيد. شيف سيد خلص كل حاجه، ما خدتش على نار اكتر من 3 دقائق زي ما انتم شايفين، 3 دقائق. وقدمناها في جلاس التقديم، عذرا قدمناها في جلاس التقديم وحط عليها اللبن، مش كده يا شيف؟ اللبن ايوه. وبعد كده هنجرنش فوق بكورن فليكس، ودي بقى بتتسرب السخنه ولا بنستنى عليها ما تبرد شويه؟ هو احنا دلوقتي ما سخناش غير الفاكهه واللبن حطيناه بارد والكورن فليكس بارد. ايوه بقت دافيه جاهزه. ايوه وجرنش بكورن فليكس. يعني هو بص خلي بالك، هو دي يعني احنا النهارده الولاد بيصحوا الصبح النهارده، الكورن فليكس زمان كان ايتم غالي، دلوقتي بقى في منه بيتعمل وموجود، والولاد كده كده بتصحى الصبح بتشتري اساسا كورن فليكس، انت غالي عليه الدرايد فروتس او الفواكه المجففه. فدي يعني نفس الفكره، وزي ما دكتور بشوي قال هي وجبه كامله متكامله. عايز ارجع واسال حضرتك على موضوع الرياضه عند الاطفال. الناس فاكره ان السمنه او يعني الدايت سواء عند الاطفال او عند الكبار هو اكل فقط لا غير، ما تاكلش او كل، امنع او افرط، ان في ساعات الفرط في حاجه معينه بيؤدي لحرق دهون معينه. بس شق الرياضه دوت دايما مهمل. عايزين يعني الانبوت بتاع حضرتك او يعني تقول لنا الرياضه بتفيد في ايه في موضوع السمنه عند الاطفال بالذات. وعموما الرياضه مفيده لكل الاعمار، لكن في الاطفال بالذات منظمه الصحه العالميه WHO نزلت تقرير في اخر 2015 اوصت بان الاطفال من سن سنه لازم يمارسوا نشاط على الاقل 60 دقيقه في اليوم، نشاط من متوسط تو سيفير، يعني فروم مودريت، من اللي هو متوسط الشده للاكثر من متوسط. 60 دقيقه بس ده يعني وقت مش واقعي. وقت مش واقعي لكنه لو حضرتك تابعت الطفل في تحركاته خلال اليوم هتلاقيه بيمارس. يعني هل ال 60 دقيقه دول يدخل فيهم، سوري نرمين، لا لا لا، هل ال 60 دقيقه دول يدخل فيهم الشقاوه؟ عشان لسه عندي بيبي ف لا يدخل فيهم الشقاوه زي ما حضرتك قلت. الشقاوه اللي هي الاستنس اكسرسايز او الجهد اللي بيؤدي لبذل طاقه. تمام. لازم الطفل يبقى الطاقه المبذوله عنده معادله للطاقه اللي هو بياخدها، يعني اذا كان هو بياكل كتير يبقى لازم يبذل طاقه كتير، بياكل متوسط يبقى يبذل طاقه متوسطه. طبعا. في بعض الاطفال كتير تلاقيه مثلا عمال طول اليوم يشرب في لبن وياكل في زبادي وفي الاخر ما بيبذلش طاقه. صح. او زي ما بنقول الطفل اللي هو الهادي ده. ده مش حاجه كويسه، لازم الطفل ده يتشجع حتى لو هو مش عنده الوازع ان هو يعمل نشاط او يلعب او كده، لازم اهله يشجعوه يلعبوه عشان يبذل نشاط ويبعتوا له كوره يروح يجيبها ويخلوه يبذل نشاط. طب يعني معنى كده ان ال 60 دقيقه النشاط مثلا لو هو عملها جوه البيت تغنيني ان انا اخليه في رياضه مثلا؟
لا هو الرياضه طبعا مهمه، لان الرياضه بتبقى ستراكشرد او منظمه بطريقه معينه ان كل عضلات الجسم تشتغل فيها. لكن يعني لو ما فيش رياضه او ما فيش المكان اللي هو يلعب فيه رياضه، يبقى المجهود اللي بيبذله في البيت واقدر اشركه في حاجات جوه البيت يساعدني فيها، دي بتساعد ان هو يبذل نشاط ويعوض الطاقه اللي هو نلففه حوالين الصبح مثلا 20 30 مره كده اعمل هو يلف لوحده. طيب خلونا ندوق الايتم الجميل. ميرسي يا شيف، اتفضل يا دكتور. معلقه اتفضل. عايزين نعرف ايه رايك بقى كده. جميله جدا والاطفال هيحبوها. لان فيها سنه مزازه كده عشان الفاكهه اتعملت في الطاسه مديه طعم حلو. طيب ده يعني احنا كده عرفنا الراي الشخصي والراي المهني لدكتور بشوي. انا بس يعني قبل ما اختم الفاصل دوت عايز اديكوا، وفي كل فاصل هديكوا شويه احصائيات تخض، بس عايز اقول لك ان الثلاجه اللي انت او اللي انت سايبها فاضيه لاولادك بيدخلوا يفتحوا منها ويشربوا كان المياه الغازيه، كل كان مياه غازيه فيها ما يعادل 6 معالق سكر. فكر شويه كده في الاحصائيه دي وشوف ما بيشربوا كام كان في اليوم، واضربهم في الاسبوع واضربهم في السنه، هتلاقي رقم هيخضك او هيخضك. انتظرونا في الفاصل الجاي برنامج استباحه، لسه في معلومات كتير في حلقتنا النهارده عن سمنه الاطفال.